وجب حمده على ما أفدى وتعين شكره على ما أهدى فإياه نحمد وبوحدانيته نشهد ومنه نستوجب ما هو عائد منا لرضاه ونطمح ما يحبه ويرضاه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واجتنبوا لي مخالفة النفس والهوى وهجروا عقاب من يعلم منكم السر والنجوى ألا وإن الأرض والليالي والأيام والأوان شاهدة على العبد يوم القيامة ما عمل فيها وعليها قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها فاعملوا عمل من يعلم أنه راجع فيه وتعرضوا لمفاتن العزة والجلال بالصلاة والسلام على الواسطة في سعادة الحال والمال وأحسن سرورا من يدك فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله الذي أمهلاته بالتقوى وصالح العمل ووفق من شاء وأضل وخاب والصلاة والسلام على سيدنا محمد داعي الرشد والفلاح وأصحابه الفائزين بغاية الهدى والصلاح أما بعد يا عباد الله في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ومن أسفق من النار لها عن الشهوات ومن تنقل الموت صبر على الملذات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات ومن أراد النجاة من الأزمات والوصول لأعلى المراتب وأشرف الدرجات فليكثر من الصلاة والتسليم على ملاذ الله وسميع المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات واجعلنا